هاد العام باين ليا واقيلا غادي نعيدو غير في التلفزة. لا حنا ما عطاونا بالدعم والو، كيلو واحد ما عطاو لينا، وخرجوه في الكاميونات ما عادش نداوه. شارجوا في الكاميونات، مشينا لتما لقيناهم يشرجوا على الكاميونات وخرجوه. والمواطن ما دات حتى كيلو، وقال لي قيدوا درنا الدوسي ودفعنا لهم الدواسة، والو ما عطاونا كيلو ما ديناه. اه ولا شنو هاد الشيء؟ هذا هو الدعم اللي نسمو. اللي قبل شويه ما الغلاء الناس قهرهم الغلاء، كل شيء قهروا الغلاء، لا ذاك اللي كاسب ولا ذاك اللي بغى يشري ولا حتى ذاك اللي بغى يبيع، كل شيء مقهور. لا اله الا الله، الغلاء الغلاء. هاد الزيادات ما عمرهم كانوا كانوا الناس كيجيو الخروف، يشي خروف ب 45 50 كاع، الى غلى الخروف المليح ب 60000. الناس يضحوا ب 30 35 40 كاع. هاد العام راه لا اله الا الله، والله الا تقهرنا بالله حنا نيت مقهورين. هاد الشيء اللي درناه كاع العام الجاي ما غادي نديروه، ما غاديش نديروه. الموس وصل العظم، وكنحسوا على انه اليوم تيا الدرويش كيبذل مجهود كبير باش يعيد، وكنحسوا على ان الاجراءات كلها اللي دارتها الحكومه ديالنا الموقره اجراءات ترقيعيه فقط ولم تحل المشكل. كما عشنا واحد الفتره وضحكنا على ذاك المسخ اللي جابوا من البرازيل سمى باستيراد الجواميس البرازيليه، وقالوا غادي يحلوا بها المشكل ديال ارتفاع الاسعار ديال اللحوم وما حلوا حتى مشكل. اليوم تي نحن على موعد مع استيراد الخرفان الاسبانيه والاغنام الاسبانيه لتحل المشكل. الحقيقه ما حلاش المشكل، وانما عمقات الازمه ديال الكساب المغربي الصغير اللي كيربي على مدار السنة، وجات اليوم تيا هاد الأضاحي الإسبانية وضرباته في الصميم. ما عرفش أولا أنا كيفاش الحكومة ديالنا كتفكر، لأن اللي كيستافد في الحقيقة هما كبار المستوردين اللي كيما استافدوا في استيراد العجول البرازيلية أو الأبقار أو الجواميس أو هذاك العجب، اليوم تيا أيضا استافدوا من الدعم ديال 500 درهم، وللأسف الشديد كيجيبوه وكيبيعوه للناس بدل ما يبيعوا ب 1000 درهم كيبيعوا ب 3000 و2000 درهم و4000 درهم. اما الاضاحي اللي هي ديال البلاد ما يقد حد يحط عليها ايده اليوماتيه. اذا نحن باش نكونوا واضحين، نحن اليوم امام ازمه، والازمه خلقها هذا غلاء الاعلاف، وهذا غلاء الاعلاف الحقيقه ما كنتفكروه غير في العيد الكبير على مدار السنه، ما كنفكروا فيه وما كنفكروش وما كنقراو على اننا احنا ازاء واحد مخططات استراتيجيه اللي دارتها الحكومه. ولكن هذه المخططات الاستراتيجيه بدل ما تحل المشكل ديال الجفاف قضات على الفرشه المائيه ووضعتنا امام جفاف مسترسل داخل البلد. اليوم كنقولها وكناكدها، خاصنا وقفه وخاصنا حلول حقيقيه وخاصنا استراتيجيات حقيقيه، لانه الى رجعنا اليوم تي للمأساة ديال مجموعه من الاسر المغربيه، الاسر المغربيه التي تعيش تحت خط الفقر واللي اليوم تي ما قادراش تعيد، كنرجعوا وكنقولوا على انه كنقراوا على انه مجموعه من البرامج اللي طلقات هذه الحكومه، ولكن على لا اثر لها على ارض الواقع ولا استراتيجيه لها على ارض الواقع. الغريب في هذا الامر كله هو واحد الصمت مريب اليوماتية عن مجموعة من الأشياء التي تقع في المجتمع. طبعا تكلمنا على المساد ديال العيد، تكلمنا على أزمة ديال الدراوش، تكلمنا على الصرخات والآهات اللي سمعناها في مواقع التواصل الاجتماعي، ولكن كنجد وكنأكد أيضا على أنه الشيء بالشيء يذكر عنا أيضا مع هذه الفرحة ديال العيد اللي احنا مقبلين عليها بالرغم من الألم وبالرغم من المأساة وبالرغم من التحملات المادية، وكاين اللي بيع فراشه وكاين اللي بيع الثلاجة وكاين اللي بيع التلفزيون باش يفرح أولاده. بالرغم من هذه الفرحة الممزوجة بالألم، أو هو ضحك ولكنه ضحك كالبكاء كما يقول الشاعر. بالرغم من هذا الشيء كله والناس مقبلة على فرحة العيد، كاين مأساة اليوم عندنا مسكوت عنها. كاين مأساة ديال شباب قضوا في عمر الزهور، عندنا 51 شاب من العطاوية قضوا في البحر من أكادير الجزر الكناري، غرق بهم واحد القارب خشبي، ولكن نحن ما تلينا عارفين أخبارهم ولا خبر ولا حس عليهم. في الحقيقة هذا يحز في النفس ويطرح لنا هذا التساؤل ديال تتالي هذه المأساة ديال القوارب الهجرية اللي ماتلت سرية ولات معلنة، سواء في العطاوية اليوم من 16 حتى 31 سنة شباب في مقتبل الزهور، والبارح في إقليم جهة تقولي مودنون وفي إفني،
وغدا في منطقة أخرى، وكل يوم نسمع عنها. هذا النزيف المستمر الذي يهدد مستقبل الأجيال ويهدد مستقبل شبابنا وشاباتنا، وكيطرح لنا تساؤل عميق جدا. هو هذا أولا، هذا الصمت ديال المريب ديال الحكومة ديالنا، صمت المريب ديال جزء من الإعلام، ولا أحد يتحدث عن المأساة، ولا أحد يبحث ولا كيتقف آثار هذه المأساة هذه، اللي هي في الحقيقة كتطرح لنا أيضا سؤال عن البرامج الاستراتيجية اللي دارتها الحكومة، اللي دارتها الحكومة، برنامج أوراش، برنامج فرصة، وغيرها من البرامج، واللي أثبتت فشلها وأثبتت العجز ديالها. وها هما اليوم تيا شباب في مختبر العمر كيمشوا وكيهاجروا من البلاد، وكيكون المثل عنا راه مش ما كيهرب من دار العرس. من يلقى العمل، من يلقى الاهتمام، من يلقى التعليم الجيد، من يلقى الصحة الجيدة، راه مولا يهرب من 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 دار العرس. ولكن للأسف نحن عندنا اليوم تيا مع هذه الحكومة، مع التخطيطات ديالها، ومع هذه البرامج الترقيعية ديالها، والله العظيم يلا الهجرة ستتزايد. تحياتي لكم وعيد مبارك سعيد.